هلا اذا بتطلع هون عندنا هذا بنسميه بلينر. بلينر كانه هو يعني في بلين موجود، يعني هذا ابسط نوع بسيط جدا بلينر. وعندي هون ار 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 ريفولوت ريفولوت ريفولوت. هلا هون هذه في رسم كيف بنرسم السيركتس، احنا بنرسم اندكتر وريزيستر بنسميه سكيماتيك. هاي طريقه لرسم هدول. هاي كانها الجراوند، الجراوند في عندها ريفولوت جوينت، لما تلف بيتحرك هذا معنا هون، هذا الاكسس تبعه بارلل الاكسس اللي بعده، بس في بينهم ايه راح يكون، والالفا في الحاله هاي زيرو، الالفا بين هذا وهذا زيرو. هلا ممكن يكون اوفست، مش مبين هون الاوفست، هو هون ما فيش اوفست لانه احنا مفترضين انه بلين، الا اذا انا اعطيتك تفاصيل اكثر وقلت لك هذا مركب فوق هذا وفي دي بين، بس بالحاله هاي فيش دي بينهم، احنا مفترضين الدي زيرو بينهم. نعم تفضل. هلا ممكن مثلا لو ال2 لحاله طالع اوفست بصير في ماينس تحت وبوزيتيف فوق مثلا، ممكن اهملهم. قصدك هيك طالع هيك؟ اه ممكن اهملهم. هلا بصير في اوفست بين اه قصدك لغيته بعدين؟ بعدين ماشي. اللي بقوله خالد بقول ممكن هذا يكون هيك موجود، بعدين هذا مركب فوقه ففي دي لهون بهذا الاتجاه، دي 1 مثلا رح يكون دي 1 ولا دي 2 اللي هون؟ دي 1. هذا رح يكون اذا هذا مثلا واحد هذا 2 رح يكون هذا دي 2 للاثنين، وهذا رح يصير هون دي 3. بقول انت بتقول انه مرفوع هون وبعدين هذاك رد نزلناه تحت لغيناه، هو الاحسن انك تحطه، الاحسن تحط واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف احسن، بس هو بالنسبه للفاينل ما رح ياثر. هلا هون هي مدينا، هلا هون رح نيجي ايش نحط؟ رح نحط عندي هون الفريم 0، فمثلا خلينا نشوف لو الفريم 0 بدنا نعمل له اتاتشمنت، رح افترض انه هذا هون عندي زد زيرو هيك طالع من الصفحة، وهذا طبعا رح يصير عندي هون زد واحد، وهذا رح اسميه زد عفوا هذا زد واحد، رح احط فريم واحد على فريم زيرو فوق تمام، رح يكون عندي هذا هون رح اسميه زد زيرو وهو كوينسيدنت والزد 1، بحيث انه بيصير بين يعني هون راح احط البيس تبعت البيس فريم الفريم الاصلي ومطابق منطبق تماما عليه راح يكون زد 1. هلا راح احط هذه بحيث انها تكون اكس 0، وطبعا واي صارت واضحه مش هيك؟ هي زد عندي هون، هي اكس راح تكون واي 0 هون. هلا واحد راح احطه بالحاله الاصليه تبعته منطبق على 0، بس ايش راح يبدا يصير في بينهم اختلاف؟ لما يبدا يتحرك راح يصير ثيتا 1، فراح احط هون اكس 1، زد راح يضل نفسه، طبعا راح يصير واي هون بهي الحاله واي 1 وهون راح يكون واي 0. فصار الاختلاف الوحيد ما بين الفريم 0 وفريم 1 هو الروتيشن حوالين الزد اكسس بمقدار ثيتا 1. هلا بننتقل للمرحله اللي بعدها. هلا صار في عندي بين هذا وهذا في مسافه اللي هي ايش سميناها هذه اير، هي المسافه بين هاد وهاد بين الاكسس هاد حوالين اكس 1، لانه اكس 2 هون صار في حوالين عفوا along اكس 1، وروتيشن ما فيش عندي روتيشن حوالين اكس لانه هذا بنفس الاتجاه هذا منهم. بعدين كملنا نفس الشيء. هلا هون لو مدينا هذه هي هون هي الزاويه صارت ثيتا 2. هلا ثيتا 2 هي الزاويه ما بين اكس 1 لاكس 2 بهذا الاتجاه حوالين زد اللي هو هذا 2، وهذا بوزيتيف وراح يكون بوزيتيف بهاي الحاله اللي هو ثيتا 2. وبعدين نفس الشيء بنكمل من زد 2 لزد 3، في عندي A الفا 0 وفي عندي A A اللي راح تكون من زد 2 لزد 3 along x 2. فهلا راح نعمل هون x 2 y 2 طبعا راح تصير بهذا الاتجاه، فصار عندي هي فريم، هذا الفريم اللي هو هي x2 y2 z2، نفس الشيء هون راح يكون في عندي z3 x3 y3 من هون بهذا الاتجاه، ونفس الشيء راح تعطيني زاويه. فهلا هذا لو بدي اوصف البوزيشن تبعه ما دامه 3 degrees of freedom بجوينت سبيس، ايش بقول؟ بقول هلا هو في الوضعيه مثلا ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3، واحنا كانه هون مفترضين فيش عندي روتيشن حوالين هاي، اوكي، لانه هاي حتصير كمان ترانسفورميشن، فاحنا مفترضين هاي 3 degrees of freedom، بدي 3 شافت انكودرز وبدي 3 محركات ارتبهم على الثلاثه هذول بحيث يعطوني البارامترز كامله. البارامترز المتغيره هون عندنا هي ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3، البارامترز الثانيه اللي هي دي 1 دي 2 دي 3 والفا 1 الفا 2 الفا 3 واي 1 اي 2 اي 3
كونستنت وبقدر احطهم بترانسفورميشن. فبقدر الان اعمل ترانسفورميشن كامله تعبر لي عن الاورينتيشن والترانسليشن تبعت هذا الفريم بالنسبه للبيس فريم اللي هو هلا هون رح ترتبه هون اللي رح نعمله وبعدين رح نتعامل معه. بعدين الفريم الاخير رح احطه هون وبعدين بتعامل مع ال3. فراح احط الفريم الاخير هون وبعدين هذه وي ويل ديل وذ ات ليتر اون. فكانه الفريم الاخير اللي عم بجيبه هو الفريم حوالين 3 اللي هو فريم 3 كيرلي براكتس هذا الاوريجن تبعه اللي موجود هون. ونفس الشيء اخترنا البيس بحيث انه حطيته هلا كان ممكن انا اختار البيس هون او اختاره هون ما في داعي. البيس بختاره هون او لو البيس كان مثلا هون فرضا خلص بختار البيس او الريفرنس فريم بختاره على نفس هذه الكونفنشن هون بتكمل الكونفنشن. في عندي A بس فيش عندي الفا هون لانه هدول جايين بارلل مع بعض. وممكن يكون عندي دي مش مبين هون انه عندي دي ولا لا ما ببين من السكيماتيك. هذا السكيماتيك بوصف هذا الروبوت سكيماتيك زي ما برسم دائره كهربائيه